تظاهرة وان بيت أو نبض واحد، عرس فني يجمع في أسبوعه الثاني العديد من الموسيقيين من مختلف دول العالم بمدينة تاغيت. 25 موسيقيا يتبادلون الخبرات والمعارف في ورشة عمل كتأليف الموسيقى وكتابة الأغاني، ويتفاعلون مع المحيط الخارجي عن طريق عرض آلاتهم الموسيقية في الشارع من أجل تقريبها للجمهور. Shine your light for the world to see. I want my people to be free. رحلة فنية أخذت بالفنانين إلى أماكن عديدة كالقناتسا، أين كانوا على موعد مع فرقة الفردة التي أطربت الجمهور بالشعر الملحون، ليحطوا رحالهم بعدها بجامعة بشار للمشاركة في ورشة أداء مع الطلبة الموسيقيين والاستمتاع بحفل لفرقة اللمة النسائية. وان بيت تحيي حفلها الختامي سهرة اليوم ببشار بجانب النقوش الصخرية، وتحط الرحال يوم 11 من شهر مارس بأوبرا الجزائر، ليبقى هذا العرس الثقافي يسلط الضوء على الروابط الثقافية الموسيقية واللغوية تجمع الجزائر وبقية بلدان شمال إفريقيا.